فتح نفق المطار أمام المواطنين بعدما أغرقت الدولة في سيوله الجارفة، وأصبح السير منذ صباح الخميس سالكا على الخطين في وقت استمرت أعمال الصيانة بوتيرة مرتفعة لإصلاح الأعطال. كاميرا الأن تي في دخلت إلى غرفة المضخات التي كانت معطلة بفعل الأتربة وارتفاع منسوب المياه. هنا العمال يضعون اللمسات الأخيرة على أنابيب الشفط بعدما تم تنظيف أرضية الغرفة. أما الأعطال الكهربائية فتم إصلاحها أيضا لتعود الأمور إلى طبيعتها، في وقت استبعد مسؤول عمال الصيانة أن تتكرر الكارثة لأن الاحتياطات اللازمة قد اتخذت. وعلى طريق المطار استنفار استباقي للدفاع المدني قبيل وصول العاصفة أليكسا في الأيام المقبلة. وإلى موقع مرشح لكارثة مماثلة توجهنا، الكارنتينا. النفايات بكميات كبيرة متراكمة عند مصب نهر بيروت الضيق. شركة الجنوب للإعمار كانت في المكان أيضا لمعاينته وفتح قناة لتصريف المياه إلى البحر. أما المخاوف لدى أصحاب المحال التجارية فكبيرة من طوفان النهر عليهم وعلى الطريق الرئيس كما حصل العام الماضي. بدها تطوف لأنه صار لي هون 7 سنين وكل سنة بتطوف، ما في سنة بتزمط وما كانك روح بعدنا بأرضنا. السنة الماضية طافت الدنيا وفاتت الماء علينا وحطينا 25,000 دولار، وهلا هيدي السنة بعدنا ها فاتت الماء علينا بعد ما حدا لا تطلع ولا نظف وتركينا مثل ما هي. هيدا ما بيجوز هيك، عيب عليهم بقى. سيول صباح الأربعاء حولت بدورها الطرقات إلى مستنقعات، وشهدت الطريق من طبي باتجاه بيروت زحمة سير خانقة، وكذلك الأوتوستراد من جوني باتجاه طبي. وفي صيدا مشهد من نوع آخر، فقد ضربت عاصفة هوائية مرفأ صيدا والكورنيش البحري ما أدى إلى تحطم خيام المقاهي وسقوط بعضها في البحر. ونتيجة لارتفاع الأمواج العاتية سارع صيادو الأسماك إلى رفع مراكبهم إلى رصيف الميناء وربطها بالحبال بعدما وصل ارتفاع الموج لعدة أمتار، ما حدا بإدارة مرفأ صيدا إلى إغلاقه أمام الملاحة البحرية وإبعاد السفن إلى عرض البحر.